كذلك يعني الوزير يعني صراحة يعني في كل مرة وسائل الإعلام تتكلم النواب يتكلموا السياسيين يتكلموا يعني الحجم الساعي صراحة 8 ساعات دراسة كثير مع الوزير كثير 8 ساعات دراسة من 8 ل 12 من 1 ل 5 وقتاش الطالب هذا يتسلى وقتاش يلعب وقتاش يدير الرياضة وقتاش يعني أليس يعني من ألم يحن الوقت يعني لتقييم حقيقي للبرامج ولتقسيم يعني الحجم الساعي هذا نخفف منه ونعطي فرصة للطالب لأشياء واحدة أخرى حتى المراجعة ما عادش قادر يراجع. إن التوقيت المطبق حالياً على مستوى كل المراحل التعليمية يعد من أدنى المواقيت المطبقة في الأنظمة التربوية الأخرى، وبالرغم من ذلك تسعى وزارة التربية الوطنية في إطار مراجعة المناهج للمراحل التعليمية 3 على التخفيف من حجم الساعي المطبق حالياً لتمكين من ممارسة أنشطة ترفيهية وممارسة الرياضة وأنشطة أخرى تدخل في تنمية شخصية التلميذ. أما التربية البدنية والرياضية فتمارس بشكل طبيعي في مرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي. في مرحلة التعليم الابتدائي تعتبر التربية البدنية مادة تعليمية وهي تدرس ضمن مجموعة مواد الإيقاظ مع التربية الفنية والتربية الموسيقية.